السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ معكم عبد الله محروس، وفي الفيديو ده باذن الله هنرسم الرولر بيرنج. تمام، اول حاجه عايزين نعرفها هي لو جينا كده بصينا، احنا دلوقتي عندنا الدايره دي 28، الدايره اللي فوق 35، ادي 28، ادي 35، عند السنتر لاين بتاع الرولر ده 32، العرض بتاعي كله ب11، والرولر بس معنى ان فيه 1.5 1.5، يبقى الرولر بس بكام؟ ب8، 11 ناقص 3. طيب نفتح نيو سكتش كده، نرسم الدايرة بتاعتنا 28 و32 و35. حلو كده، اوكي. فيتشرز، بعدين اكسترود، هخلي الاكسترود بتاعي على الميد بلين واخليه ب11. تمام كده. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعمل الرولر. طيب هاجي ازاي؟ هاجي بسكتش، هختار البلين، هيقول لي انهي بلين، هختار عندي هنا البلين ده، بعدين هاجي فوق هنا كده هرسم سنتر ريكتانجلر، هيخش جوه ب8 وعرضه ب7. السبعة دي دايمتر بتاع الرولر، ال8 الاكسترود بتاعها. تمام كده، ودي ال1.5 و1.5، لو قسنا دي 1.5 ولو قسنا دي 1.5. هنيجي نحط دايمنشنز. تمام، هاجي هعمل فيلت عشان ما يبقاش الكورنر شارب، هخليه 4 من 10. حلو كده، اوكي. بعدين فيتشرز، بعدين كات. ناخد بالنا ان احنا راسمين هنا، انا ممكن اعمله تحت او اعمله فوق، انا هفضل ان انا اعمله فوق. تمام كده، كده الجزء ده ايه؟ تمام. طيب عايزين نكمل نعمل بقى على الشكل كله بباترن، سيركلر باترن. قول لي الدايركشن، ادوس هنا هيعمل لي الدايركشن. عايز هنا الفيتشر اللي انا هعمله، انا هاجي احدده ازاي؟ هاجي ادوس على السهم ده، الكات ده عددهم كام؟ عددهم 12، لان هو بيقول لي 12 رولر. بس كده انا عملت ايه؟ الجزء اللي بره. طيب عايز دلوقتي اعمل البول، هفتح سكتش جديد، سكتش جديد، هرسم فيه دايرة، دايرة دايمتر بتاعها ب7. حلو كده، هعمل لها اكسترود بكام؟ ب8. تمام، هخلي برضو الاكسترود في الميد بلين. بس هاجي بقى اعمل الاتنين فيلت، ال4 من 10 وال4 من 10. تمام، بما انها رولر وكده، ف الشارب ايدجز مش هتبقى احسن حاجة في الرولر عندي كديزاين وكده. ماشي خلاص، انا دلوقتي خلصت الرولر، ودلوقتي عايزين ده الهاوسنج. تمام، هنرسم الاول الرولر من غير الهاوسنج، هنشوفه هيتعمل ازاي، وبعدين هنرسم الهاوسنج بتاعه ونقوله هيتعمل ميت ازاي. طيب هنعمل سيف هنا، وبعدين هنروح على اسمبلي. ماشي، هعمل لهم سيف طبعا، واروح على الاسمبلي. ماشي، هيقول لي انسرت، انا كنت راسمهم فانا مش عايز دول، هعمل براوز. ادي البول وادي البيرنج، هعمل امبورت كده، بدوس الاقي البارتي بيتحط. طيب دول اللي احنا رسمناهم سوا، خلي دي فلوت. ماشي، اول حاجة هعملها بأمر ميت، هاجي ادوس على السهم ده، عندي البيرنج ذات نفسه، هختار بلين فيه يكون رأسي، ادي الرايت بلين عندي رأسي. وهنا بقى ايه، انا جيت في الاسمبلي كده، دول المستويات بتوع الاسمبلي، انا عندي البارتين اهم وفوقيهم البلانات، هاجي اشوف بلان رأسي برضه، ادي الرايت بلين، واعمل ميت بين الرايت بلين والرايت بلين بتاع البيرنج، او اي بلانين يكونوا في مستوى رأسي كده.
تمام. طبعا لو مش في مستوى رأس انا ممكن الفه لحد ما يجي رأسي واعمل مش لازم رايت ورايت، عادي رايت وفرونت على حسب ما انا راسم، بس الفكرة ان هما يكونوا رأسي مع بعض. طيب كده احنا تمام. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا حاجة واحدة، واللي هي احط البيرنج ده هنا. طيب احطه هنا ازاي؟ انا هدوس على ميكانيكال ميت. طيب احنا اصدار 21، الميكانيكال ميت هنا اصدار 16 وفوق كده، يعني قبل 21 هنلاقي الميكانيكال ميت عبارة عن بار هنا كده، هندوس عليه. بعدين لا هنخش على ويدز، معلش ويدز، وهنلاقي نفس الكلام ادفانسد، هنلاقيها موجودة كده هنا. طيب ادفانسد وبعدين ويدز. الويدز هنا عايزني احدد اتنين فيس، اتنين فيس هسلكت الفيس ده واللي قدامه، وبعدين هاجي هنا تب سيلكشن هسلكت ده وده. ناخد بالنا من حاجة، انا لو جيت كده عملت سيلكت للفيس ده، رجعت عملت سيلكت للفيس ده، انا عملت انهي الاول؟ عملت لده، هاجي نفس الكلام اعمل لده. بس في حاجة اللي قد دخلنا ادفانسد ويدث، يا ريت يعني لو نبص كده احنا عملنا البلين هنا نعمل في ديت، يعني ايه نخلي الميت بتاعنا، الميت بتاعنا في الجروف دي ما عملهوش هنا، وهنعرف ليه. طيب حاجة سلكت ده، سلكت التاني، نزل على تيب سيلكشن اسلكت ده، اسلكت التاني كده، هو بقى عندي موجود فين؟ في الجروف دي. طيب دلوقتي بقى انا عايز اثبته، يعني هو كده ولا هيطلع يمين ولا شمال، هو كل حركته بقت هنا جوه الشكل ده. طيب في حاجة دلوقتي انا ممكن اروح افتح السكتش بتاعي، ماشي نخرج من دول كلهم كده، هفتح السكتش بتاعي ازاي؟ هاجي على البيرنج، ممكن ادوس عليه هنا كده وادوس اوبن بارت، هيفتح لي البارت في الدروينج. تمام هاجي هنا، انا دلوقتي علشان اعمل ميت ما اخليش الصامولة تطلع والبيرنج يطلع وينزل، رحت عملت بلين. البلين عملته فين؟ جيت على فيتشرز بلين، ماشي بيقول لي سيلكت الريفرنس، عملت سيلكت الريفرنس ده عملته بكام؟ ب 31.5 على الاتنين. جت منين ال 31.5؟ عندنا 28 وال 35، الفرق بينهم 7، 7 يبقى 3.5 هنا و 3.5 هنا، حطينا ال 3.5 على ديت على ال 28 ادانا 31.5، فهنا ده طلع 17 15 75، ودوسنا اوكي. تمام كده، بعدين هنعمل سيف للبارت، نيجي على الاسمبلي، عايزين بقى نحطها في مكانها ميت. تمام بيقول لي عايز تعمل ميت مع ايه؟ طيب انا جيت على البيرنج او الرولر توب بلين، طيب عايز اعمل له ميت مع ايه؟ لو نفتكر احنا رسمنا في البيرنج، طيب هننزل هنا هنلاقي البلين اللي رسمناه اهو، بس كده. فاحنا بدل ما كنا بقى ندوخ هنعملها ازاي وبتاع، فبس كده اهو ماشي. بس كده البيرنج عندي موجود في السلوت ديت، انا ممكن بقى اجي اعمل ميت تاني بينها وبين الجنب هنا بحيث ان هي ما تتحركش، ماشي. طيب دلوقتي فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الباترن. طيب هنا بيقول لي سيلكت اللي عايز اعمل له باترن، الدايركشن على على السلندر ده كده، عايز عددهم ب 12، اوكي بس كده. كده انا عندي البيرنج جاهز، يا دوب هاخده كده واشوف بقى اعمله ميت مع الجزء التاني. طيب في حالة ان احنا عندنا بقى ايه الهاوسنج اللي هيتحط فيه، مش هروح اعمل البلين، طيب هعمل ايه؟ ممكن ارجع بقى من كل ده كده، ماشي خلاص كده، كده احنا رجعنا لقبل الستاندر، كده احنا رجعنا مفيش اي حاجة. طيب هعمل انسرت، ودلوقتي بقى هعمل انسرت الايه، هعمل البول والبيرنج
والجزء ده، الجزء ده عبارة عن دايرة ب39. أنا عاملها علشان إيه؟ علشان بس نعمل الهاوسنج ده اللي هو بتاع الكونكتنج رود. طيب نعمله ميت لده، للفيس ده مع الفيس ده كده، بعدين ده مع ده عشان يبقوا في نفس المستوى. حلو كده، تمام. فاضل لنا ميت لده. طيب هنيجي بأمر ميت، دوس هنا نشوفه بلين يكون رأسي، هنفتح الرولر، هنيجي نختار الرايت بلين بما انه هو رأسي معاه، وهندوس بلين نعمله كونستنت. دلوقتي هو في ايرور ظهر، السبب في الايرور ان البول او الرولر كانت فيكس مش فلوت، تمام كده هي بتتحرك. نرجع نعمل ان احنا دلوقتي نعمل كنترول بي ريفرش، كده مفيش اي ايرور عندي. هاجي اعمل نفس الميت تاني، تمام كده عندي الرايت بلين، انا داخل على البول، يعني نسمي البارتس عندنا بحيث نخش عليها سهل. بس كده نفس الكلام، نخش على Advanced Width، ماشي. هنحدد الجزء، احنا هنشتغل على ده، ده كده، ده كده، ده كده، وده بس كده. طيب دلوقتي بقى احنا مش هنروح نعمل بلين وكده، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل حاجة تانية. طيب هنيجي نختار الفيس ده والفيس ده، ماشي كده، وهنعمل لهم ميت. طيب بيقول لي سيلكت الميت تايب. دلوقتي انا عايز اساسا المسافة بينهم تكون بزيرو، ماشي كده. هو ممكن اعمل فليب، مرضاش، خلاص. يبقى احنا نعمل ايه؟ نرجع للستاندرد بتاعتنا ونعملها تانجنت بس كده، تمام. اوكي الباترن بتاعنا تاني، الدايركشن على ندوس هنا، وهعمل للبول عايزهم ب12 بس كده. كده البيرنج جاهز معايا. طبعا احنا في الجزء ده هنكون رسمين ده الاول، واللي احنا عملناه على الفيس ده كده نرجع نعمله على هنا نفس الكلام، مش هيبقى فيه اي فرق. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا الفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.